ان شاء الله ترجع بالسلامه. ايه ده؟ ايه ده يا ست سكسكه؟ انت كنت في الفيلم ده مع احمد السقا؟ احمد السقا؟ ايه يا ميمون دي كده؟ ايه ما انا المفروض كنت اعمل الفيلم ده بدل نور. امال ايه؟ وعملت كل البروفات بس بعد كده بقى اختلفت معاهم فجابوا النور بدالي. يا سلام، يعني انت تعرف احمد السقا كويس؟ يعني بقول لك كان انتيمي كده اهو، وعملت كل البروفات والله بس بعد كده اختلفنا على الاجر فجابوا النور بدالي. حتى شايف الكاميرا دي؟ هو كان مديها لي تذكار. يعني دي كاميرا بتاعت احمد السقا؟ امال ايه؟ ماشي يا ست سكسكه. ايه ده؟ والفانوس ده جبتيه منين؟ لا ده فانوس عربية محمد رمضان. شفت العربية عجبني فانوس قام مديهولي هدية. ماشي يا ست سكسكة. طب طالما انت تعرفي احمد السقا كويس، ما تعرفيني عليه. يلا يا ميمون، يلا يا ميمون عشان ما حدش يحس بينا. يلا 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 يا ميمون. يا سلام تزنقي تروح عايله. يلا يا ميمون، يلا يا ميمون. طب على فكره بقى، الصوره دي متركبه والكاميرا دي بقى مسروقه، مش بتاعه احمد السقا، ده كاميرا فرعونيه اصلا، وده بقى مش فانوس عربية محمد رمضان، ده فانوس ميكروباص. امشي يا ميمون، ما تخليش اتخاف عليك. امشي. نفسي اشوفه لو مره واحده، مش عارفه اقول للناس ايه. ماشي 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 ماشي.